نصيحة للنساء المغربيات منين تبغيو تزوجوا وعمركم تزوجوا من الدول العربية حتى الا تعميتوا تعميتوا. علاش؟ حيت الدول العربية ما فيهاش القانون وفيها الرشوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيدايرين اخوتي بخير؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. مبروك عشركم اخوتي المغاربة جميعا، الله يدخل عليكم عيد المولد النبوي الشريف بالصحة والهنا وراحة البال يا رب العالمين، وطول العمر والرزق والصحة والرخاء ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب. جيت هاد النهار اخوتي المغاربه وجبت لكم جوج ديال المواضيع مهمه، ومني كيكون عندي انا شي موضوع مهم ومعصر كي كنقولوا خصو شي كاس يكون معصر. درت كاس داتاي بفليو ديال قشور ديال شفشاون، لان الموضوع غادي يكون شيق، لان فيه واحد السيد واحد الزنديق واحد الفاسق الفاسد اللي تسلط علينا ما نعرف منين، سميتو عزيز، قال لك صبيحه، هو فلسطيني اللي شوه السمعه ديال المغرب خارج المغرب ولكن مع مراهقات اللي ما عندهم عقل كي كنقولوا. قبل ما ندخل في الموضوع بحال العاده اخوتي المغاربه اللي غادي يكون شيق وبقى معايا ما تمشي فاين الا بغيتي تستافد وتقطع البر الامان، واللي كيشوفني اول مره مرحبا بي عند هذا العبد الضعيف القلب واسع للجميع. منين كنمشيو للسوق في المغرب غنعطيك مثال انا باش تفهم الموضوع علاش كنهضر لك، حيت انا كنعطي للناس امثله ديما في الحياه. منين كتمشي للسوق في المغرب باش تشري دلاح، دلاحه ولا جوج دلاحات، كتكون خارج من الدار، العائلة كلها كتسيق الخبر بأن غادي تشري الدلاح، حيت الدلاح كتاكل من لون العائلة كلها وفيه الحلاوة. المرة ديالك أنت خارج وهي كتوصيك وكتعطيك الساك فاش دير الدلاحة، حيت الدلاحة كبيرة كتوزن 6-7 كيلو. المرة ديالك غادي وتوصيك دركتيه في الحومة وهي مازال كتغوت من السرجم. اختارها تكون حلوة المختار، اختارها تكون حلوة المختار، فهم مزيان المعنى ديالي واستشغل الكلام ديالي. منين كتدخل للسوق الدخله ديال السوق كيبانو لك الكاميونات ديال الدلاح ميتسوبيشي في الرحبه ديال الخضرة، كيكونوا باينين من الدخله ديال السوق كيبانو لك الكاميونات راهو ملي الدلاح منشور في الارض. منين كتوصل عند مول الدلاح كتلقى ديما دلاحه محلوله وفوقها جنوي، وصحاب الدلاح كلهم كيديروا دلاحه وفوقها جنوي. علاش؟ باش قبل ما تشري منه كتذوق الحلاوه ضروري قبل ما تهضر، حيت حنا المغاربه بلا ما عاد تصدعوا تبدا تهضر معاك يقول لك ذوق، الا ما كانتش حلوه سير بحالاتك. كتجي انت كتذوق كيجي الاخر كيذوق، هذيك الدلاحه المحلوله كلشي كيذوق منها، ولكن في التالي ما كيديوهاش هي، كيديو وحده اخرى مسدوده، كتدي دلاحه مسدوده واللي ما قاسها حتى شي واحد، ما كتديش هذيك اللي محلوله، وهذيك اللي محلوله كتبقى النهار كله هي تما، ولكن كتوصل واحد الوقيته حتى هي براسها ما كتبقاش فيها الحلاوه، كتولي مره لان الشمس كتضربها كتولي مره. ولكن اللي بغيت نقول لك انا بان انت كدي في التالي اللي مسدوده. كنظن اخوتي المغاربه فهمتوني علاش كنهضر. الفلسطيني الزنديق اللي دخل المغرب يزندق المغاربه اختار المراهقات، الحمد لله اللي اختار المراهقات، ما مشاش معاه يعني وحده رشيده، غادي يضحكوا علينا عباد الله، لان هذيك مراهقه ليست مسؤوله على راسها على النفس ديالها هي، حيت هي مازال مراهقه مازال ما وصلتش سن الرشد وكتعرفش شنو كدير، تقدر تلعب بالعقل ديالها، الوالدين ديالها اللي مسؤولين عليها. وهذا الزنديق هذا الفاسق الفاسد دخل كيقلب على المراهقات باش يشوه السمعه ديال المغرب. بزاف ديال المشارقه كيدخلوا للمغرب كيشوهوا السمعه ديال المغرب، بحال الا زعما غير المغرب هو اللي فيه الفساد، هو اللي فيه لي زوموسيكسييل، هو اللي فيه. اي دوله مشيتي لها عربيه مسلمه كتلقى فيها الجوامع وكتلقى فيها البيران وكتلقى لي زوموسيكسييل حدا البحر فين ما مشيتي، السعوديه، الامارات، قطر، السعوديه اللي فيها الكعبه، فيها المدينه المنوره، كاينين تما لي زوموسيكسييل وكاين الشراب تماك كيتباع في السعوديه. اي دوله في العالم ماشي غير المغرب، الزنديق الفاسد الفاسق ماشي غير المغرب بوحدو هو اللي فيه لي زوموسيكسييل ولا فيه الفساد، العالم كله راه فيه الفساد. اقدم مهنه في العالم الزنديق، اقدم مهنه في العالم وهي التروطوار، وهي الفساد، هي العيالات اللي كيديروا التروطوار، هذيك هي اقدم مهنه في العالم. ولكن المشكل فين كاين اخوتي المغاربه؟ خصنا نعرفوا مكامن الخلل، المشكل فين كاين؟ انا غادي نقول لكم المشكل فين كاين. منين كيمشي شي واحد يخطب في المغرب، الوالدين ديال ديك البنت اللي باغي يخطب هو يلا قال بسم الله في الحياه، مازال ما كون راسو مزيان، خصو يكون راسو مع ديك المراه اللي غادي يتزوج، يبنيو عش الزوجيه بجوج بهم.
كيدخل يخطب شي بنت كيقول بسم الله ودي الوالدين ديالو، الام كتبدا تهضر كتقول له خصك ما تسكناش مع والديك، خصنا 4 د المليون في الصداق، خصنا جوج من الحاجه، خصنا هادي. السيد كيتلف كيبقى عارف راسو واش جاي يخطب ولا جاي يشري شي كي كنقولوا حنا شي عود، ولا ما بغيتش نقول بقره باش ما تضحكوش عليا عود، ولا تقولوا لي بان انت يعني كتستهزئ بالمراه المغربيه، هي ماشي بقره هي، حيت نتوما ديما كتفهموا الهضره بالمقلوب، بحال اللي جاي يشري شي عود. السيد كيدوخ وكيهرب بحالاتو بحال شي واحد ملاكم في الرينج مع ملاكم اخر، هو ما موجدش وكيشدو في الزاويه، كيحصرو في الزاويه وكيبقى يدخل فيه بالكروشيات، كيدخل فيه بالكروشيات كيطيحو، الاخر كيدوخ بالكروشيات كيجمع عليه كيعطيهش فرصه فين يهز الراس يهدار ولا شي حاجه، كيبقى عليه بالكروشيات، الاخر منين هذا كيشوف راسو بان محاصر ومهاجم خصو ضروري يطيح، الا ما طاحش راه غادي يقتلوه، خصو يطيح باش كيجي لاربيت كيجري كيقول له صافي ضربتيه فرعتيه سير بحالاتك، لان الا ما طاحش غيبقى عليه غادي يخسر له الوجه ديالو، خصو يطيح ضروري. السيد كيطيح كاو كيفشل كيبرد كيدير بناقص من الزواج كيهرب بحالاتو. ده هو المشكل الحقيقي اللي خلى الزنديق الفلسطيني ضحك على المغربيات المراهقات، دخل المغرب ولقى المراهقات غير مشتتات، لان ما كتعطيوش فرصه للشباب المغربي باش يبني اسره باش يتزوج، كتطلبوا له بزاف د الحوايج اللي ماشي في الاستطاعه ديالو، يلاه قال بسم الله. هذا هو الغلط الكبير، حيت نتوما اللي كديروا الغلط. هذا الفلسطيني هذا الزنديق السالوبار منين جا للمغرب اختار 4 ديال المراهقات، ماشي 4 ديال البنات كبار، 4 ديال المراهقات دريات صغارات، يعني احسن ما كاين في السوق باش يبين للعالم شوفوا المغرب فيه دريات صغارات، وجبت 4 وانا في عمري 60 عام ولا 63 عام، شي باني شي باع عاصيه وصوتي نشاز، الصوت ديالو بحال المنشار، منين كتسمعوا هاد السالوبار هاد الزنديق عنده صوت بحال المنشار، ما نقدرش انا ناخذ معاه قهوه ونتذاكر معاه، صوتو بحال المنشار، والهضره ديالهم ديال الشرق انا ما عنديش معاه اصلا واحد اللغه عندهم، انا غادي نوريكم كيفاش كيهضر، كيهضر على الملك ديال المغرب صاحب الجلاله عندكم المغرب تعدوا عليهم وداروا لهم وانا نحبكم وانا ندير لكم وانا كذا وانا فلسطيني وانا بحب المغرب، وتظلموا بناتكم هما ما عملوا شي غلط. منين تسلطوا علينا كنا كنسمعوكم غير في المسلسلات الزبل ديال الترك ولا ديال الزبل، تسلطوا على المغرب، منين تسلطوا على المغرب خارج كتهضر بفيديو كتقول الملك انا راني كذا، كتوجه انت كاع رساله للملك بان كذا انا راه غنجي عندك نشوفك ياك الملك، انت راك احسن وحده الملك وانتم المغاربه احسن الناس، رانا يعني غير كتظلموا بناتكم، تظلموا بناتكم هما ما عملوا شي غلط، هما يا السالوبار يا الزنديق، انا شايف لي فيديو ديالك انت خدام كتهضر مع وحده في القهوه كتقول لها كذا وهادي وهادي، وكتشري لها تاكوس وكتشوه في السمعه ديال المغرب، وكتضحك على المغاربه، انت واش حنا كوانب عاد حطنا الكار حنايا، حنا كوانب كتضحك علينا، ما لقيتيش الرجال تما وكلقيتي الرجال غادي يربيوك غادي يوريوك. هاد السالوبار هذا اختار 4 ديال البنات قلت لكم مراهقات دريات صغارات احسن ما كاين في السوق باش يشوه السمعه ديال المغرب، حيت هو الغرض ديالو بغى يشوه السمعه ديال المغرب. نصيحه للنساء المغربيات منين تبغيو تزوجوا وعمركم تزوجوا من الدول العربيه تيلا تعميتوا، علاش؟ حيت الدول العربيه ما فيهاش القانون وفيها الرشوه. مؤخرا واحد السيده خرجت كتبكي البنت ديالها قتلوها في ليبيا، الرجل ديالها ضربها بالكارابين كي كنقولوا حنا الكارابين، ضربها بالقرطاس في ليبيا تكاها قتلها تماك، حيت كاين واحد الوسيط كيدخلوا بزاف ديال الوسطاء للمغرب، ردوا بالكم يا عباد الله، واش ما كتجيكمش الكبده على ولادكم ولا على خوتكم، ردوا بالكم واعطي بنتك لواحد كيبيع غير في كيسميتو دلاح في السويقه في سباته، ولا خير ما تعطيها لواحد في ليبيا ولا في البحرين ولا في قطر يغريك بالفلوس وفي التالي قتل لك البنت ديالك، وخلي بنتك غير حداك كتشوف فيها حتى الا ما تموت بعدا غير في المغرب تمشي تجيبها تدفنها. هاد السيد هذا واحد الوسيط في المغرب هو اللي داه لهاد العائله، هو من ليبيا وهذاك وسيط قال مغربي، ولا كاين شي وسطاء مغاربه خص ولاد الحرم خص القانون يتدخل في هاد القضيه هادي، دوك الوسطاء ولاد الحرم هما اللي طيحوا الدل بالمغرب، خص يماهم الحبس، خص الدوله تخرج قانون صارم لهاد الوسطاء ولاد الحرم، هاد السمساره هادو كيحيدوا حوايجهم على الفلوس، هاد ولاد الحرم اللي خرجوا على المغرب. القواده بالدارجه تدارجيت باش نكونوا صرحاء معاكم، لا حياء في الدين، القواده كيديروا هاد ولاد الحرم هادو ما عندهم يعني لا شرف لا قيمه لا شخصيه لا والو،
جاب هاد السيد هذا من ليبيا داه لديك العائله الاخرى، شافت ليبي قالت العائله ديالها نسوفي راسي نقد راسي نقدكم، زعما حنا بوفر عمر الفقر كان عيب، والمغرب غني، المغاربه اغنياء بالقناعه ديالهم وبداك الشيء اللي عطاهم الله، وعندنا الخير في السويقات في المغرب وعايشين الحمد لله خير من الدول الاخرين، وفي العشيه كتخرج الجرده تنشرف الغاز ومع راساتك وتقصر مع الناس الحومه ودير غير بالرداتي وخير لك ومهني مع راسك خير ما تمشي ليبيا ولا شي دوله فيها الحروب فيها الارهاب فيها داعش فيها المشاكل ما كاينش القانون. مشات مسكينه عطات براسها للتهلوكه، فاش وصلت ليبيا تجوجات هذا الزنديق هذا حتى هو، فاش بغات ترجع ملي كانوا الفيضان قال لها ما ترجعيش لبلادك، قالت له باغي نرجع قال لها ما ترجعيش بد الكرابين قتلها حيت هما همجيين. قلت لكم كاين بعض الدول العربيه اللي مازال الناس فيها همجيين بحال مصر مثلا جيت الصعيد ولا في ليبيا مثلا، ولا الناس تما راه يعني عصبيين عصبيين بزاف كثار من المغاربه، المغربي مازال كيقدر يخدم عقله شويه تما راه همجيين دوك الناس هادو، غير تزيد معاه هضره جوج يجبد الكرابيل يقول لك خطوخك حتوخك حقتلك حقتلك، وحتى الا تعميتو تعميتو وتجوجو غير من اوروبا ولا في امريكان ولا حيت بعدا تما كاين القانون، دول فيها القانون ما يقدرش الراجل ديالك مثلا يقتلك، ولا تقدري تمشي للبوليس تشوفي راسك، تقدري ترجعي للمغرب الا بغيتي. في الدول الاوروبيه شداكم لدول الخليج ولا مصر ولا كتعطي براسك للتهلوكه تما. بغيت اخوتي المغاربه نطرح عليكم واحد السؤال اخير، شحال هذه في الثمانينات السبعينات كانت مدونه الاسره؟ ما كانتش مدونه الاسره، كانوا عندنا مشاكل ما كانوش عندنا مشاكل، ولكن علاش شنو هو السر في هذا الشيء هذا ما عرفتوش علاش شحال هذه في الثمانينات والسبعينات؟ بشحال هذه اخوتي المغاربه في حقبه الرسول صلى الله عليه وسلم اشرف المخلوقين والمخلوقات ما كانش الدستور، ما كناش كنكتبوا الدستور، ما كانوش البرلمانيين لي ديبيتي، ما كانش القايد والخليفه، ما كانش المقدم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا الصحابه تابعين، ما كانش يعني الدستور اللي كنكتبوا دابا كان فوطي ولا الفوط ولا شنو هو الدستور اللي كان بكري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كانوش المشاكل في الحقبه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد العالم امريكي قال لك لو كان بيننا محمد صلى الله عليه وسلم في هاته الحقبه لاخرجنا من جميع المشاكل، لوجد الحلول لجميع المشاكل، لو كان بيننا محمد عليه الصلاه والسلام قال لهم لوجد الحلول لجميع المشاكل بالتريوت ديالو صلى الله عليه وسلم، حيت مش حال هذه الدستور ديالنا ديال المسلمين وهو القرآن، ماشي الدستور ديال أخنوش ولا ديال العالمي ولا ديال لي ديبيتي ولا د بن كيران غنفوطي، الرسول صلى الله عليه وسلم الدستور ديالو هو القرآن، حيت كا كنا كنتبعوا داك الشيء اللي قال الله، كنا كنتبعوا كلام الله اللي كاين في القرآن جميع المشاكل غنلقاو لها الحلول، ولكن حنا تابعين الخوا الخاوي. شحال هذه الا كنتو كتذكروا معايا اخوتي المغاربه في السبعينات والثمانينات ما كانش مدونه الاسره، كانش مدونه الاسره في السبعينات والثمانينات، ولكن ما كانوش المشاكل اللي كاينين دابا مع مدونه الاسره، وعندنا مشاكل كنتخبطوا فيها وما قدرناش نخرجوا منها، وبكري ما كانش مدونه الاسره وكانت نسبه الطلاق ضعيفه، ما كانش بحال دابا نسبه الطلاق مرتفعه حاليا، كانوا الأسر سعداء، الأبناء سعداء، الأزواج سعداء، وخا ما كانش مدونة الأسرة. دونك أنا بالنسبة لي مدونة الأسرة شنو هو الدور ديالها إلا ما تخلصنيش أنا من المشاكل، شنو هو الدور ديالها إلا كانت غادي تشتت الأسر مثلا، وإلا كانت حنا مجوجين على الطمع بار إكزامبل، أنا مجوج مثلا بواحد السيدة حيت غادي ندي لها الدار ديالها حيت هي مرا كبيرة غتموت وغندي لها الدار ديالها، وهي كذلك مجوجة بيا باش تدي مثلا 20% 20% من السالير ديالي والدار، واش حنا مجوجين بالنية وباغيين نديرو أسرة كونوا أسرة، ولا مجوجين مثلا باش أنت تموت ونقتلك باش ندي مثلا داكشي اللي عندك؟ هادشي أنا اللي ما بغاش يتفهم ليا، بكري كانوا كيتجوجوا الناس بالنية والمعقول والصفا وكانوا شادين في الدين ديالهم، داكشي باش كان الزواج كينجح وما كانوش مشاكل وكنا سعداء، ناس كيخرجوا الجرادي مع راساتهم يتكسلوا وياكلوا بعضياتهم والجورة وشي كيدخل عند شي، ما كانوش المشاكل وما كانوش القوانين بزاف لي زارتيكل بكري، كل ما يعني الاعوام كيتزايدوا الا والقوانين كيتزايدوا معاهم، زيد قانون ديال 14 15 اللي كينص على ان الراجل خصو يجري على باه من الدار، قانون اخر غيزيدوه العام الجاي،
بان السيد عنده الحق مثلا يجري على امه من الدار لان المراه ديالو مثلا ما بغاتهاش، والتخطيط ديال هادشي كله شكون اللي كيخطط له؟ خصكم تفيقوا من النعاس شي شويه. لي زوكسيدونتو راكم تابعين الغرب، تقليد الاعمى، وخرجوا على راسكم. راه قبل من هادشي هذا كان في الغرب ديال هاد مدونه الاسره، وشنو داروا به؟ شنو استفدوا منه؟ كلشي مطلق، الدراري في جهه، الراجل في جهه، والمشاكل، لا ديبرسيون، كلشي كيشنق راسو، كلشي كيلوح راسو في لاسين حيت عنده مشاكل. مثلا الولد ديالو في جهه، هو ما خدامش. مشاكل اجتماعيه كتجي منين؟ كتجي من القوانين، القوانين اللي كتخلق المشاكل. العلمانيه راه فسدات المجتمع وخرجت عليه العلمانيه، وكان بنادم متبع غير الدين ديالو، اللي كريتيان يتبع الدين ديالو يمشي للكنيسه، ويتبع الدين ديالو، اللي مسلم يمشي للجامع ويتبع الدين ديالو ويطبق داكشي اللي قال الله. كلهم المشاكل غادي يتحلوا بدون قوانين، بلا برلمان، كاع غير يسدوا البرلمان، كاع انا بالنسبه ليا لاسومبلي ناسيونال غير يسدوا، الناس يسيروا راسهم براسهم، حيت بكري كانوا الناس كيسيروا راسهم براسهم، كانوا الناس قلال، دابا كثروا الناس، وكاينه بزاف ديال الفوارق الاجتماعيه والعصبيه القبليه والمشاكل، وشي ما كيحمل شي وكذا، ولا جالوزي، الحسد، وشي بغى يكون احسن من شي. هادو هما المشاكل اللي كيتخبط فيها العالم كله، ماشي غير المغرب. خير الكلام ما قل ودل، اظن انني قلت ما فيه الكفايه. الله يهدي ما خلق، الله يهدي الجميع، كنتمنى الهدايه للجميع، كنتمنى ليله سعيده للجميع. الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم، يا رب.